السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين جدد من أغنية قناتكم. اليوم عندنا تغطية لشركة عبد اللطيف جميل، وصل عندهم الهايلكس الـ 2021، هذه فئة الأدفنشر. وقبل 3 أيام صور لكم زميلي ريان أول ما وصلت الجدة الأدفنشر البنزين، هذه الأدفنشر ديزل، حجم الماكينة 2800 اللي راح تكون قوة الأحصنة 174 حصان. طبعا قبل أن نستعرض لكم الشكل الخارجي، هذه ديزل وراح يتوفر منها بنزين وديزل. الديزل اللي راح يتوفر على الفئة هذه راح يتوفر على الماكينة الأكبر الموجودة بالخليج اللي هي 2800 4 سلندر تيربو، قوة الأحصنة 174 حصان والعزم 450 نيوتن. كتغيرات اللي صارت بشكل عام على 21 هي الهايلوكس، انتم عارفين نزلت ب 2016 وصار عليها فيس ليفت، انا اشوفه يعتبر يعني يعتبر بسيط صراحة. اهم التغيرات وش اللي صارت خاصة بفئة الادفنشر، العشرين كان تنزل فئة التي ار دي. لحظة خلو اوريك اوخر لكم ستاند، هذا كفئة الموديل 2020 تنزل تي ار دي. في مقطع بحطه لكم، ما شاء الله مشاهدات 2 مليون او اكثر من 2 مليون لفئه التي ار دي. السنه هذه للوكيل خاصه للسعوديه نزلت فئه الاسم الادفنشر، صار فيها تغيرات اكثر من فئه التي ار دي اللي نازله ب 2020، اهمها الرفارف الجنط، يعني صار فيه اضافات اكثر كشكل، فرق كبير عن التي ار دي. طيب خلونا نوريكم الواجهه الاماميه. الواجهه الاماميه اول شيء تغير بالفيس ليفت الجديد، النور، شكل النور تغير، الشبك هذا تغير، الاضافات هذه الزياده غير، تفرق عن الفئه الثانيه. كشاف الضباب شوفوا شلون متصل جاي مع الرفرف، شوفوا شلون جاي شكله صراحه جميل. الشبك لو تلاحظون جاي بحجم كبير، الموتر تحس انه مو هايلوكس اكبر منها. يعني بعضكم اللي يعرف التوكوما اللي تنزل بالسوق الامريكي اقرب ماله مثل خشيه التوكوما كحجم، صار شكلها اكبر. الشبك مثل ما قلت لكم، شوفوا الاضافات صراحه صار شكله جميل، فرق عن اللي قبل. المفتاح هذا هو ريموت، طبعا شوفوا اسطب الاشاره تغير شكله، عجبني شكل كشاف الضباب متصل مع الرفرف الاسود شايفينه. الجنط هنا راح يكون جنط مقاس 18 اسود جاي مع رمادي. هنا اللون شوفه جاي نفس اللون اللي قدام بالصدام اللي تحت، وهنا الدي اللي هو معناه علامه انه ديزل. صراحه الموتر اعطونا رايكم في حساسات اماميه، كواجهه اماميه الموتر مرتفع. بشغل لكم نور تشوفون الحين، اعطونا رايكم. بس انا تمنيت لو ابيض صراحه، بس مو موجود الا هذا الاحمر. عندنا هنا دواسه فيبر زيك جانبي باللون الاحمر، مقابض الابواب باللون الاسود، في اشاره بمرايه، الشريط الجانبي اللي جاي على شكل معينات، اسطبات. طبعا التغييرات الخلفيه اضافوا اسطب الاي دي اللي هنا، اسطب الاي دي صار في حساسات خلفيه. شوفوا لون الصدام بنفس لون اللحيه اللي تحت الصدام، جاي بلون رمادي زايد حساسات خلفيه. قبل نروح الجهه الخلفيه خلنا نوريكم الزوايد اللي هنا اللي جاي، شكل الموتر يعني معطيك ملامح سيارات المعدله هذه. شوفوا ما شاء الله كتصميم رايق صراحه، جاي هنا كانه جناح. الشناكر شوفوا في هنا، عندك هنا تحت والسود اللي هنا بعد، الحوض فيه تلبيسه، ما شاء الله تبارك الله. اللي هو اللون ابيض راح يطلع شكل اجمل للمعلوميه. هذا شكله من وراء، في كاميرا خلفيه، حتى المقبض حق الباب هذه الكاميرا، وهنا في قفل الباب. شغلت لكم اسطبات، دايم اقول لكم ودايم اذكر اسطبات الاي دي مهمه. انا بالنسبه لي اتمنى كل الشركات، اي سياره يتعدى سعرها 90,000 و80,000 لازم تكون عليها اضاءات الاي دي. الاضاءات الاي دي تجمل السياره. اعطونا رايكم بالله، انا شغلت لكم النور عشان تشوفونه. هذه
المقبض حق الباب، شوفوا هنا عندنا حق الكاميرا، وهنا القفل، وهنا الإشارة حقت فرمة ترى المعلومية، وكتابة هايلوكس هنا، وراح يكون هنا ادفينشر. ايش معنى كلمة ادفينشر؟ المغامر. SR5 والD4. شوف والله ثقيل الباب، الحوض ثقيل، ودك لو محطين مساعد بعد زين. هنا يطول العمر شنكار، وفيه هنا بعد، وفيه بالزاوية بعد، وعندنا تلبيسة حوض، ودك مع الشغلة العدل بعد، ودك حاطين إضاءة داخلية. نسكر الباب ووريكم النور الأمامي قبل أن نركب. هذا اللد النهاري مع كشفات الضباب. أنا بالنسبة لي التي أر دي خاصة صراحة شغل مرتب. شوفوا هذا اللد النهاري وهذا كشف ضباب، بشغله لكم الحين النور. بس خل قبل لا نروح نوريكم بعد عشان ورقة المواصفات ما أنسى. هذا حجم الماكينة، هذا عندك حجم الماكينة، ثبت الشاشة جون 18، زر التحكم بدركسون. أنا راح أذكر لكم كل شيء مهم، بس بعضكم يحب التفاصيل أكثر، فثبت الشاشة واعرف كل باقي التفاصيل. وخلوا أوريكم الحين السعر عشان ما ننسى. هذا السعر شامل الضريبة 168,000. خلونا نروح الحين أوريكم الداخلية. قبل نروح للداخلية بوريكم الصف الثاني، صرفية الوقود. طبعا الماكينة ذكرت لكم كم، بشكل لتر 15. الستة سلندر راح تكون 235 حصان، ماكينة الأربع لتر، ماكينة الفورشنر. أوه إضاءة، حركات، إضاءات محيطية. هنا تخشيب جاي باللون الرمادي الغامق. عندنا المراتب جاية باللون الأسود زي المخمل، تكايل بالنص. شوف الإضاءة، إضافة حلوة الإضاءة، يعني ودك يعني إذا صار سعر سيارة جديدة وهذا أنا يهمني يصير في تغييرات إضافات جديدة ما يخالف. أذكر التي أر دي كان فيها ماطور هواء، خل بشوف هذه هل فيها ماطور هواء ولا لا. الفئة اللي قبل كان فيها ماطور هواء، طبعا هنا ما تقدر تسقط المرتبة، لكن تقدر تسحب هذه وترفع تكون بالشكل هذا. 2020 كان فيه ماطور هواء تحت، هذه لا ما فيها. ونفس الوضع، التكاية اللي هناك تقدر ترفعها بالشكل هذا، هذا الخيط شايفه، بس تسحب ترفعه بيكون بالشكل هذا. مخارج المكيف عندنا هنا، الطبلون من وراء، الشاشة تغيرت، السقف تكلم تغير شكل السقف. طيب خلوا أوريكم جهة السواق، طبعا دخول ذكي من هنا، هذه جهة باب السواق. إضاءة محيطية شفناها قبل شوي، زر التحكم بالنوافذ كلها أوتو، وكرسي مخمل. هنا عندنا زر يسكر حساسات، وهنا حساس حق ضغطها والكفرات. التخشيب اللي جاي باللون الرمادي، وهنا كروم بس لون غامق. والله أحس فيه تطورات عن الموديل اللي قبل واضحة. أنتم إيش رأيكم؟ لون المراتب، أنا من الناس ما أحب اللون الأسود، بس هذه جاي شكل حلو، تحس إنه أسود فاتح اللون، ما تشلون جاي. شوف الإضاءات المحيطية شايفين. هنا زر التحكم اللي هو بدركسون، ثبت السرعة. خلنا نركب الحين، بكمل لكم. خل قبل أركب أوريكم هنا الجير. الجير راح يكون بست سرعات توبترونيك. عندك الإيكو مود، وضعية قيادة، الباور. أوه إضاءة، حركات، إضافة المحرك اللي يطفي المحرك هذا. ما أحس له فائدة أنا هذا البيت صراحة، يعني بشكل عام لكل السيارات. هنا في دوفلوك، زر فاصل مانع انزلاق. هنا مخرج 12 فولت، وهنا بعد 12 فولت، وهنا مخرج يو اس بي والأيو اكس، وهذا الدبل. ما شاء الله تبارك الله، ستار طبعا أنا ثبت. خلونا نركب ونشغل لكم. خل بطفي أول، بعدين نشغل لكم سويت. أنا ما ودي أشغل السيارة لأن تخبروني داخل الصالة. الطبلون هنا عندنا يا طول العمر السلام، سرعة قصوى 200. الشاشة جاي حجمها تقريبا 5 إنش، تتحكم فيها من وين؟ من هنا. نفس النظام الأول، كمبيوتر الرحلات،
باقي الاشياء الثانيه بوصله اوكي شكل يعني الطبلون ما عندك مشكله اشوفه حلو صراحه. هنا تقدر تتحكم بالتركات. خلونا الحين اوريكم شوف التخشيب شلون جاي. الكروم اللي جاي بلون غامق انا ودي ولع الاضاءه مظلم. فتحت التكييف جاي هنا فوق هذه شايفينها من قبل. هذه درج تبريد مو ثلاجه. هنا عندنا طبعا بالسلامه الدرج في قفل مركزي. اهم شيء قفل مركزي. السيارات اللي اسعارها يعني انا بشكل عام يهمني انه يكون في قفل مركزي لاي سياره. هنا عندنا يا طول العمر المكيف جاي لمس الكتروني. وش بعد؟ ما في تبريد للمراتب. هنا حامل اكواب شفناه، مساحات تخزين، جرنط يدوي، دكاية اللي بالنص بدون مخرج 12 فولت. الاضاءات حقات السقف، شوف السقف جاي باللون الاسود، ما ادري انا حاسس انه غريب السقف ما ادري ليش، حتى اللون قماش يعني الارضيه واللي فوق كلها اسود، بس جاي اسود كانه اسود فاتح. الشاشه خلنا استعرض لكم الشاشه تقريبا حجمه 7 انش، خلنا نشوف 7 و8 ما اتاكد قبل شوي معليش. عندك هنا فيها نافيجيشن المنيو الواجهه هنا الاوديو الراديو. خلنا اوريكم الكاميرا، هذه الكاميرا كاميرا خلفيه، كاميرا دقتها ما هي ذاك الزود، ودك من افضل من كذا. بس خلصنا الحين بوريكم الماكينه والنور. هذا النور عندنا جاي عدسات LED. الاشاره بمرايه بعد. النور جاي عدسة واحدة مع الليد النهاري، شايفين الليد النهاري؟ وهذه الماكينة والله يهو ثقيل الكبوت. 4 سلندر بحجم 2800 بقوة 174 حصان وعزم 450 نيوتن ديزل. وبس سلامتكم يا الغالين، باقي ان شاء الله جزء ثاني للهايلكس 2021 الاربع سلندر الماكينة 2700 الفل كامل، راح ينزل الفيديو ان شاء الله يوم السبت الساعة 1 الظهر. في امان الله وبحفظ الكريم.